وتواصلوا بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فعاليات جلسة الحوار الأولى المخصصة للنقاش حول سبل تفعيل آليات التنظيم الذاتي لصناعة الإعلام في مصر، وذلك بحضور ممثلين عن أطراف الصناعة في مصر وعدد من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين. وبحسب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فإن هذا الحوار سيمتد على مدى أكثر من جلسة في مبادرة من المجلس تهدف إلى تعزيز الالتزامات الطوعية والأخلاقية في أنشطة البرامج الحوارية والرياضية والإعلانات، بما يعزز أداء الإعلام الوطني ويخدم رسالته.